لقد اعتدنا للغاية على استخدام الإنترنت. نشر معلومات باستمرار عن أنفسنا وحياتنا الخاصة، الطعام الذي نأكله، الأشخاص الذين نقابلهم، الأماكن التي نذهب إليها والأشياء التي نقرأ. دعوني أشرح ما الذي أقصده بشكل مختلف. في هذه اللحظة، إذا حاول شخص ما البحث عنك، سيعلم هويتك ومكان إقامتك ونظام التشغيل الذي تستخدمه والمواقع التي تزورها والمتصفح الذي تستخدمه وكثير من البيانات عنك وعن حياتك التي ربما لم تقصد مشاركتها مع الغرباء الذين يمكنهم استخدام بياناتك لاستغلالك، ولكن ليس إذا استخدم تول. متصفح تول يحمي خصوصيتنا وهويتنا على الإنترنت. يحمي تول اتصالك بالإنترنت بثلاث طبقات من التشفير، ثم يمرر اتصالك من خلال ثلاث خوادم يدرهم الطوعين حول العالم، بما يسمح لنا بالتواصل على الإنترنت بشكل مجهول. تور أيضا يحمي بياناتنا ضد مراقبة الشركات والجهات الحكومية ومراقبة الجمهور. ربما تعيش في بلد قمعي يحاول السيطرة على الإنترنت ومراقبته، أو ربما لا تريد أن تستفيد الشركات الكبرى من بياناتك الشخصية. تور يجعل كل مستخدم يشبه الآخر، مما يجعل الجهة المراقبة يختلط عليها الأمر لأنك مجهول. لذلك كلما زاد عدد مستخدمي تور كلما أصبح أقوى، لأن من السهل الاختباء في حشد من الناس يشبهون بعضهم البعض. يمكنك تجاوز الرقابة دون الشعور بالقلق من أن يرى الرقيب ماذا تفعله على الإنترنت. لن يتم تتبعك بالإعلانات في كل مكان لشهور منذ اليوم الأول الذي زرت فيه صفحة المنتج. إذا استخدمت تور لن تتعرف موقع على هويتك والمكان الذي تزورها منه إلا إذا سجلت دخولك وكشفت عن هويتك. إذا حملت واستخدمت تور، يمكنك حماية الأشخاص الذين يحتاجون إخفاء هويتهم، مثل النشطاء، الصحفيون، والمدونون. حمل تور واستخدمه أو شغل خادم.